السلام عليكم، انا دينا شعراوي، دي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهارده انا عامله الفيديو ده ذكرى لاول فيديو عملته على اليوتيوب. بصوا الفرق يا جماعه. هنستخدم القطعات دي عشان خاطر نعمل بيها الورد. انا بس هستخدم القطعه الصغيره والوسطانيه عشان خاطر ما يبقاش شكل الورد كبير قوي على المج. وبعدين هناخد البول تول ونعمل شكل، نكور الدوائر دي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هعمل اول ثلاثة بالكورة الصغيرة بالبول تول الصغيرة، وبعدين اللي اكبر منها شوية هعمل بيهم الخمسة اللي في النص، وبعد كده واحدة اكبر منهم هما الاثنين هستخدمها عشان اعمل بيها الدوائر الخارجية بتاعت الوردة. وهندخلهم في بعض بالشكل ده بحيث ان كل بدلة تكون قافلة على البدلة اللي بعدها، وهنعمل نفس الكلام في كل البدلات بتاعتنا. في الورد يا جماعة، خصوصا الورد، بيبقى أفضل بكتير إن احنا نستخدم صلصال ناشف عن الصلصال الطري، بيبقى أسهل في التشكيل جدا، يعني الفرق شاسع بصراحة وبيدي فينش عالي. أنا هنا مستخدمة ثلاث أنواع صلصال. الوردة دي صلصال بروتو، الوردة الصفرة صلصال ديمو أو دي ام او، والوردة البيضة صلصال بريمو. انا كنت قاعده بجرب اشوف انهي هيكون اسهل واحد، انهي نوع صلصال هيبقى اسهل نوع عشان خاطر اعمل بيه الوردات، ولقيت ان بروتو وبريمو سهلين وديمو نوع ما كويس مش وحش، بس يعني بالنسبه لي انا بحس الانشف افضل واسهل. هنعمل بقى المثلثات دي البتلات الخارجيه، وبعدين هنستخدم المقص زي ما وريتكم في الفيديو بتاع الورده اللي كنت عاملاه، علشان خاطر نعمل بيه يعني ندي شكل طبيعي اكتر للوردة. انا هنا بحاول اظبط شكل البتلات بالنيدل تول، طبعا عشان الصلصال ناشف فمساعدني مش بيتقطع ولا بيلزق. لسه الفيديو مكمل طبعا، بس حابة افكركم ان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي. نستخدم بقى الكتر بالراحة، نلف كده داير ما يدور حوالين الوردة من تحت لحد ما نفكها خالص عشان يبقى الجزء اللي تحت ده مسطح فنعرف نحطها على المج بسهولة. هنعمل بقى نفس الخطوات بالظبط على الصلصال الاصفر ده، ديمو على فكره. انا هعمل بيه ورده صفرة وهتبقى اصغر شويه من الورده دي عشان ما يبقوش بالظبط شبه بعض يعني كلهم. هنا انا كورتهم خلاص بالبول تول نفس الخطوه اللي عملناها في الورده الاولانيه، وهنا هنبدا نركبها على بعض.
طبعا انتوا تلاقيكوا بتتساءلوا ايه الضوافر دي. هقول لكم ان ابني هو السبب، هو اللي قال لي ضوافرك شكلها بايظ يا مامي، فانا اضطريت ان انا احط ضوافر صناعية، وغلطة ومش هعملها تاني. بعتذر لكم جدا على المنظر البشع ده. نفس الخطوات بالظبط بتاعة الوردة الأولانية اهي. دلوقتي نبدأ نعمل مثلثات في البدلات الخارجية، وبرضو هنقص ايه بالمقص. انا خطوة المقص دي بحسها بتفرق جدا في شكل الوردة، في النهاية بحس بتديها شكل طبيعي جدا. انا عملت كمان من الورد البلدي ده وردتين لونهم ابيض، ودلوقتي بعمل الوردات اللي هي اللي تكون صغيرة مقفولة، ودي هستخدم فيها البول تولز الصغيرة بس، مش هستخدم الكبيرة قوي، او يعني الحجم الوسط، مش هستخدم الحجم الكبير قوي. هي تقريبا نفس الخطوة بتاعت الوردة العادية، ولكن مش مفتحة، يعني هتبقى فيها طبقتين بس، الطبقة الداخلية اللي هي فيها 3 بتلات دي، والطبقة اللي بعدها على طول وبس. عشان كده استخدمت فيها القطاعة الصغيرة فقط، ما استخدمتش القطاعة الوسط ولا الكبيرة. انا هنا بظبطها بس بنيدل طول، لكن مش هقص بالمقص، دي مش محتاجة. باستخدام ورقة عادية بقى او ورق الزبدة هنعمل اكورديون كده، وده هنحط فيه البتلات، مش البتلات، الوردات اللي لسه مقفولة ما اتفتحتش لسه. انا بعملها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. وليه عاملاها على الاكورديون؟ عشان خاطر تفضل بشكلها ده، ما تبصش، ما يبقاش فيها حتة بتلمع من تحت مكان ما حطيتها مثلا على قطعة سيراميك او قطعة زجاج كده، هتفضل محافظة على شكلها. هعمل منها بقى كذا واحدة من نفس الوان الوردات اللي عندي. وهسويهم دول بقى في الفرن كده لمدة 10 دقايق. بقطعت الورد الصغيرة عندي، اخترت لون أزرق وعملت بيه كام وردة كده صغيرة. باستخدام البول تول هنبطط الوردة شوية، ونحاول ان احنا ايه نخليها يعني مكورة شوية. دلوقتي بقى نعمل ورق الشجر، هنعمله على شكل دمعة عين كده، وبالنيدل تول نعمل بيه التأثير بتاع ورقة الشجر. انا هعمل منها كذا شكل وهسيبكم تتفرجوا عليهم. انا استخدمت يعني درجتين من اللون الاخضر، لون غامق ولون فاتح،
ونعمل بقى منهم كتير يعني كذا واحدة عشان خاطر دول هيبقوا الخلفية بتاعة الوردات. نحط بقى ننظف طبعا الماء كويس جدا، ونحط أرضية من نفس لون ورق الشجر يعني وكده عشان خاطر ما يبقى شكلها غريب، لو بانت شوية من تحت الورد يبقى شكلها غريب. ونحط بقى صلصال سائل ونفرده كويس، ونبدأ نلزق بقى ايه ورق الشجر الأول، هنحطه حوالين الأرضية اللي احنا عاملينها دي، وبعد كده نبدأ نحط الورد في النص. نحاول نبدل، ما يبقاش كل لون واحد اللي محطوط، يعني حبة فاتح حبة غامق، حبة الفروع اللي احنا عاملينها حبة الورق الشجر نفسه وهكذا. ناخد بقى الوردات بتاعتنا ونبدأ نلزقها بالراحة، ممكن نلزقها كده زي ما انا عاملة، بنحط نيدل طول في النص ونلزق، او بالبول طول الصغيرة خالص خالص ونضغط عليها سيكة من جوه هتلزق. شايفين؟ مش محتاجين بقى ان احنا ندمج من تحت ولا حاجة، لان هي كده كده هتلزق بالصلصال السائل. وهنستمر بقى في ان احنا نحط بقية الوردات بشكل حلو، ونراعي ان احنا نحط بالراحة علشان خاطر البتلات بتاعتها ما تتطبقش. وهنا طبعا الصلصال الناشف بيساعد. يعني الوردة المقفلة البيضة ما لقيتلهاش مكان فشلتها، ما حطيتهاش خالص. الوردات الصغيرة اللبني بقى هنحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، احنا بنملى بيها الفراغ.
طلعنا بقى الوردات المقفلة دي بعد 10 دقايق في الفرن، هنستخدم صلصال سائل ونلزقهم واحدة واحدة. ليه أنا عملت كده؟ عشان أعرف أحطهم زي ما انتوا شايفين كده براحتي من غير ما يتطبقوا ويبوظ شكلهم. شايفين كده أسهل بكتير. وبس كده احنا خلصنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي رأيكم، حاسين في فرق ما بين 2019 و2020 ولا لا؟ على فكرة اللي ما يعرفوش، ده كان اول فيديو اعمله على القناة بتاعتي على اليوتيوب. بجد يعني انا سعيدة جدا، حاسة ان انا تقدمت. انتوا قولوا لي ايه رأيكم، في تقدم ولا لا؟ هسيب لكم لينك الجروب والانستغرام والبيج بتاعتي تحت في الـ في الـ في الكومنت سكشن، اول كومنت، وفي صندوق الوصف اللي هو الديسكريبشن بوكس. يعني هسيب فيه كل اللينكات عشان خاطر لو حد عايز يشترك. ويسعدني ويشرفني ان انتوا تشتركوا عندي في الجروب. هو جروب مش خاص بيا انا، هو جروب لكل الفنانين اللي بيحبوا الصلصال الحراري وعجينة السيراميك. احنا يعني هناك كلنا مبتدئين وكلنا بنساعد بعض. اللي عايز يسأل حاجة دايما ان شاء الله يلاقي حد يجاوب عليه. وبس كده، ميرسي، باي باي.